السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما طبيعة التحالفات البرلمانية الجديدة التي سيشهدها العراق بعد إعلان نتائج الانتخابات؟ من الذي سيكلف تشكيل الحكومة وما الذي يقوله الدستور؟ كيف تقرأ هذه النتائج وهل عكست الصورة الحقيقية لمزاج الشارع العراقي؟ ما الأسس التي ستشكل على أساسها الحكومة وما شكلها وطبيعتها؟ هل هي حكومة أغلبية أو توافقية أو محاصصة؟ كيف سيتم التعاطي مع الطعون المقدمة؟ وما مدى تأثير التجاذبات السياسية باستقرار هذا البلد؟ وهل تقبل الكتل السياسية النتيجة؟ نتائج الانتخابات العراقية وخريطة التحالفات السياسية موضوع هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. ضيوف الكرام في الاستوديو عضو الائتلاف الوطني العراقي الأستاذ قيس العامري، أرحب بك سعادة النائب معي في هذه الحلقة. أهلا وسهلا. من دمشق المتحدث باسم القائمة العراقية في سوريا الدكتور أحمد الدليمي، أرحب بك دكتور الدليمي. ومن بغداد الأستاذ القانوني الدكتور حسن الياسري، كذلك أرحب بك دكتور الياسري معي في هذه الحلقة. قبل الدخول في الحوار نقف عند أبرز نقاط حلقة اليوم. الانتخابات البرلمانية العراقية، المفوضية العليا للانتخابات، القائمة العراقية حصلت على 91 مقعدا، ائتلاف دولة القانون حصل على 89 مقعدا، الائتلاف الوطني العراقي حصل على 70 مقعدا، التحالف الكردستاني حصل على 43 مقعدا. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي: النتائج غير نهائية وسنقدم طعنا بها وسنمضي نحو تشكيل حكومة وحدة ونجري حوارا في اتجاه تشكيل الكتلة النيابية الكبرى. رئيس القائمة العراقية أياد علاوي: نتائج الانتخابات تعني تكليف العراقية تشكيل الحكومة، ونحن مستعدون للعمل مع الجميع، والعراق يعبر عن استعداده لمد يد الأخوة لكل دول الجوار. بيان السفارة الأمريكية في العراق: نؤيد ما توصل إليه المراقبون العراقيون والدوليون الذين لم يجدوا دلائل على وجود عمليات تزوير. ائتلاف دولة القانون: رفض المفوضية إعادة عملية فرز وعد أصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية في 7 من آذار الحالي، يؤكد تعرضها إلى ضغوط معينة وربما تكون هذه الضغوط خارجية. القائمة العراقية: المطالبة بإعادة الفرز اليدوي أمر غير مقبول، لأن ذلك يعني إعادة العملية الانتخابية إلى نقطة الصفر. وائتلاف دولة القانون يصر على هذا المطلب لأن نتائج الانتخابات جاءت خلاف ما يشتهيها. أبدأ معك أستاذ القيسي، إذا أردنا نتحدث بداية قبل أن ندخل بطبيعة التحالفات، أريد أن نتحدث عن طبيعة نتيجة الانتخابات. هل يمكننا أن نقول فعلا بأنها أعطت صورة واقع الشارع العراقي؟ كيف يمكننا أن نقيم هذه النتيجة؟ يعني أتصور أنها أعطت نسبة من الواقع السياسي الذي كان موجود في المرحلة السابقة. لو ناقشنا أن ائتلاف العراقية الذي تم بتحالف جبهة الحوار بالإضافة إلى تحالف الجزء الأكبر من جبهة التوافق اللي هو انشقاق الدكتور طارق الهاشمي عن الحزب الإسلامي ومن تبعه من الحزب الإسلامي، بالإضافة إلى تحالف تيار المستقبل اللي يمثل الدكتور رافع العيسى والأخوة، بالإضافة إلى تحالف العراقية اللي يتزعمها الدكتور أياد علاوي سابقا، كانت تمثل بحدود 80 مقعد من أصل 275 مقعد. الآن عندما تحصل على هذا الرقم مقابل تراجع مقاعد الحزب الإسلامي تكون النسبة تقريبا متساوية، ليست هنالك فارق كبير فيها. أما بالنسبة للائتلاف، يعني الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، لو شاهدنا أنهم حصلوا على ما يقارب 160 أو 159 مقعدا، في الانتخابات السابقة حصل الائتلافين على 130 مقعد من أصل 275، لما تكون 325 ويكون الائتلافين حصل على ما يقارب 160، أمر معقول ومنطقي، لأنه المساحة الانتخابية التي أفرزت هذا الموضوع من بغداد إلى محافظات الجنوب منطقية. وعدم تشكيل ائتلاف واحد بين هذه الائتلافين خسر بحدود 6 أو 7 مقاعد في للائتلافين، لأنه سبق في الانتخابات السابقة أن الائتلاف الوطني حصل على مقعد في صلاح الدين وحصل على مقعد في كركوك. في هذه الانتخابات فقد هذين المقعدين،
وفي الموصل الائتلاف الوطني سابقا حصل على مقعدين، الآن حصل على مقعد واحد. إذا ما جمعنا الأصوات الذي حصل عليها الائتلافين في صلاح الدين يكون للائتلافين مقعدين، ويكون في كركوك مقعد، وفي ديالى يضاف مقعد، وفي الموصل يضاف مقعدين، نكون بعدم تشكيل ائتلاف واحد خسرنا بحدود 5 أو 6 مقاعد. يعني عمليا لم يتغير شيء كبير. لم يتغير شيء كبير حسب ظني. القائمة العراقية جاءت بتجمع القوى، اللي أنا ما أحب أتحدث بهذه المسميات لكن هي المسميات الموجودة في العراق، تجمع القوى السنية الأكبر في المناطق الغربية العراق، بالإضافة إلى وجود قائمة الدكتور أياد علاوي الذي اقتطعت بعض المقاعد من المناطق الجنوبية والوسطى. طيب اسمح لي أشرك معي الأستاذ القانوني الدكتور حسن الياسري من بغداد. دكتور الياسري رحب بك معي في هذه الحلقة. يعني ربما الحديث الآن يدور عن أن هذه النتائج غير نهائية، ستقدم طعون. لماذا من وجهة نظرك البعض ربما يتحدث عن أو لم يقبل هذه النتائج، رغم أن المفوضية تقول بأن يعني لم يكن هناك أي عمليات تزوير وهي على استعداد كذلك لقبول كل هذه الطعون؟ طيب معي عبر الهاتف القيادة في حزب الدعوة المرشح عن قائمة دولة القانون الدكتور عبد الهادي الحساني. دكتور الحساني أرحب بك معي في هذه الحلقة. نفس السؤال لو سمحت فيما يتعلق بالنتائج غير نهائية، تحديدا تصريحات رئيس الوزراء وسنقدم طعن بها وسنمضي نحو تشكيل حكومة وطنية، لماذا هذه النتائج تعتبر غير نهائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أن النتائج لا تعتبر نهائية لأن هناك طعن وهناك أدلة وقرائن كثيرة بأنه حصل تزوير كثير، ليس فقط على مستوى تزوير ثمرات الناخبين وإنما حتى على مستوى تغيير بعض الصناديق وأسس بعض الصناديق كاملة لتصويت أمرأة معينة واحدة في واقع معين. وهناك شهادة المفوضية العليا للانتخابات، جزء من المفوضين قد ذكروا لنا هذا في أكثر مرة وقدموا حقيقة وثائق والقرائن في هذا المجال، وحتى أدوا لعدم سماع لهم في تلك الفترة أن احتجوا وخرجوا حتى من المفوضية. وهناك خلل أيضا باستخدام الحاسوب والكمبيوتر في تدخيل البيانات، وهناك قرائن كثيرة بهذا الاتجاه، وحتى في الحسابات الأخيرة حتى ما سمعنا في واقع التعويض للمقاعد التعويضية هناك خلل حدث في هذا الاتجاه. نحن نقول لإنصاف العملية السياسية ونزاهة الانتخابات وشفافية الانتخابات يجب أن يكون عد يدوي للصناديق أو المراكز التي فيها حدث. طيب ولكن دكتور الحساني يعني مع بداية عمليات الفرز كنتم تتحدثون عن عملية نزيهة تجري وأن الانتخابات كانت نزيهة ولم يشبها أي شيء. نعم نحن لحد حقيقة كنا نحسب ما لدينا من أصوات اللي أخذناها من القوائم التي علقت على مراكز الانتخابات، كانت واضحة أن ائتلاف دولة القانون قد يأتي بأكثر من 100 مقعد، ولكن عندما وصل العدد فوق 60 بدأت الأرقام تتراجع وتتغير، وهنا شعرنا بأن هناك شيء يحدث هنا وهناك، وهناك قرائن كثيرة كما سمعتم حتى الأستاذ بابان على سبيل المثال أطردوا جميع 500 المراقب الذي لديه من مراكز الموصل كلها وهددوهم بخدوهم إلى المراكز الاقتراع سوف يفلكم حياتهم. وحدث في أماكن أخرى في منطقة مناطق بغداد وفي الرمادي وفي كذلك ديالة، وهذه الأمور تدل على أن هناك حصل شيء من التلاعب، بل هناك كما قلنا الثمرات المدورة قد وضعت لصناديق الاقتراع وهناك صناديق فيها أعداد أكثر من 100% من أعدادها. طيب ابقى معي دكتور الحساني بالتواصل اليك، اسمح لي انتقل.